الطريق الوحيد لتدارك أزمات البلاد ومعالجة قضايا. جاء ذلك لدى مخاطبته حفل تأبين فقيد الأمة الإسلامية الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي، الذي تحدث فيه عدد من ممثلي الأحزاب السياسية مؤكدين دعم الفقيد الراحل لعملية الحوار الوطني من أجل وحدة البلاد. مصيبة الموت يجب أن نغتنم هذه الفرصة. نعم، العالم من حولنا مشاكل كثيرة، أنتم الأدرى، أنتم الأعلى، أنتم الأعلم بهذه المشاكل. نحن لا نود لبلادنا إلا مصير خير، ومصير الخير يأتي من السودان ومن السودانيين. مصير خير لن يأتي من الخارج. إذا أنتم، أنا الآن في الخارج الحمد لله، إذا أنتم في الداخل قررتم أن مصير الخير سيأتي من الخارج، أنا أقول لكم لا، وأنا من الخارج أقول لكم هذا القول، لأن هنالك مصالح، هنالك أشياء كثيرة، وأنتم ترونها اليوم بين يديكم ومن حولكم. ولذلك نعتقد أن كل هذا أقوله لكل الناس، وأنا هنا أيضا أخاطب رأس الدولة، أخاطب الأخ البشير من منطلق المسؤولية، من منطلق العلاقة. أنا أشكره جدا، إذ قدم الدعوة أكثر من مرة وتحدث معي أكثر من مرة، أشكره على ذلك. لكن الآن أنا جيت ولقيت في السودان، وأنا بطلب منه إن شاء الله أنه بنفس القدر. المشاهدون الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيوف الفضائي الإريتريا. نقدمها لكم هذا الأسبوع من مدينة دورتموند بألمانيا الاتحادية. ضيفنا اليوم في الاستوديو هو الدكتور علي الحاج محمد، مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعب السوداني المعارض. مرحبا بك دكتور علي. مرحبا دكتور علي. سنخصص حلقة هذا الأسبوع، هي حلقة خاصة لمناقشة التداعيات التي أحدثتها تصريحات الدكتور عبدالله الترابي لقناة العربية. فما هو الجديد الذي أتى به الدكتور الترابي في حديثه للعربية حول قضية محاولة اغتيال الرئيس مبارك؟ والله أنا ما شاعر، بالنسبة لي ما في جديد حقيقة، يعني لأنه المعلومات اللي أتلى بها الدكتور الترابي هي معلومات معروفة موثقة، وسبق أن ذكرناها نحن في الفضائيات الخارجية وفي بعض الصحف الإقليمية وكذلك الخارجية. وهذه المسألة عندما ذكرت يعني صحيح، يعني الظرف كان مختلف، بمعنى أنه في داخل السودان كان في قهر، في كبت، في إرهاب شديد جدا جدا على ناس المؤتمر الشعبي بالذات. وفي الخارج أيضا كثير من القوى الخارجية كانت يعني دائرة في قدر الإمكان تخفي كل هذه المعلومات، وبذلك المسألة كلها لم تأخذ يعني أو لم يلتفت لها يعني شخص كما تعلم. لكن الجديد الآن طبعا في هامش من الحرية بدون شك، والهامش من الحرية اللي احنا نتكلم عنها ونفتكر انه الهامش ده مهم جدا، لانه في نهاية المطاف هناك قضايا كثيرة جدا يجب ان تظهر الى السطح، يعني وهذا افتكر انه واحدة من القضايا اللي موجودة. فلذلك انا اشعر بانه بالنسبة لي ما شعر بانه في جديد، يعني القضية هي كانت موجودة وسبق ان تطرقنا اليها لكن ما كان اخذ نفس. نعم دكتور علي، انا ابتدرتك بهذا السؤال لأننا طبعا أمام الآن نسخة من صحيفة القرن الأفريقي الصادرة في شهر نوفمبر 2001. أنت أدليت لهذه الصحيفة قبل ما يقارب الخمسة أعوام تفاصيل عملية اغتيال الرئيس حسني مبارك في أدس أبابا، ويعني تناولت في هذا الحوار أدق التفاصيل ما حدث في تلك العملية.
القريب في الأمر أنه العربية يعني أدعت بأنه هو موضوع جديد وقديم وكأنها جديدة، وإن كان الحادث كان في عام 95، لكن الآن يعني ما ذكره الدكتور الترابي أزهرت الفضائية العربية والزملاء المحاورين للدكتور الترابي بأنه هي قضية جديدة ولم تسلط عليها الأضواء كما كان ينبغي. ماذا تقول في ذلك؟ أنت يعني لك معطيات كثيرة ذكرتها ما لم يذكر الآن في الفضائية العربية ذكرته، فلماذا هذه القضية بين فترة وأخرى بتسلط عليها الأضواء؟ ما هو وراء ذلك؟ والله أنا أفتكر، أنا طبعا لا يعني من ناحية تاريخية يعني مش دفاعا عن العربية، لكن أعتقد أنه طبعا القضية عندما أثيرت لما أثرتها كانت أسبق إلى الوجود من العربية نفسها كقناة يعني. وأنا طبعا أحسب أنه يعني دي واحدة من الإشكاليات يعني بالنسبة للعربية، قد تكون هذه مسألة جديدة وعربية نفسها في ذلك الوقت ما كانت موجودة في القناة. الناحية الأخرى أنا أفتكر أنه أعتقد أنه التسجيل نفسه اللي البث الآن من قبل الجزيرة هو من قبل العربية، وحقيقة تم التسجيل وتم هذا القول من أكثر من شهر تقريبا كما علمت يعني. يعني ويبدو أن العربية نفسها القناة نفسها كانت يعني مترددة في أنها تبث هذا القول أو لا تبثه لاعتبارات كثيرة طبعا. أنتوا أنا لما طرحت هذا الموضوع طرحته من منطلق مختلف تماما عن الطرح اليوم. أنا السؤال اللي وجه لي في ذلك الوقت أنه من ضمن الأسباب الأساسية اللي أدت للانشقاق وكل التوترات التي حدثت بالنسبة للحركة الإسلامية في السودان، أنا أعتقد أنه من أهم الأسباب كانت المحاولة الفاشلة لاغتيال حسني مبارك، لأنها محاولة قامت بها بعض الأجهزة الأمنية مع بعض المسؤولين في المؤتمر أو في الحركة الإسلامية دون قرار من الحزب، دون قرار من أي شخص. وبنعتقد أنه دي لأول مرة في تاريخ الحركة الإسلامية السودانية يكون في قرار بأنه أو يكون في ناس يتخذوا مثل هذا القرار. أنا عشان كده أفتكر أنه المآلات والتداعيات التي يعني حدثت بعد المحاولة الفاشلة كانت هي التي أدت لكل النتائج التي يعني نحن الآن يعني بنعيشها. وأنا ما زلت عند هذا. نعم دكتور، الآن أسمح لي بالمقاطعة. أنت قبل 5 أعوام أديت بتصريحات وكلها كانت تلميحات. الآن لم نشاهد الدكتور الترابي لم يأتي بشيء. هنالك أنت تقول يعني الأشخاص الذين قاموا أو ضباط من الذين قاموا بالتنسيق لهذه العمليات تم تصفيتهم، وأنت في تلك بعد يعني جهد جهيد ذكرت اسم واحد من الذين تم تصفيتهم هو السيد الأستاذ علي أحمد البشير. نعم. إذن الآن الحكومة أو لنقل تحديدا السيد النافع مساعد الرئيس يتحدى التراب ويتحدى الشعبي في أن يسموا أسماء تم تصفيتهم. أنت ذكرت شخص واحد يعني في تلك المقابلة، والدكتور التراب أيضا لم يذكر الآن. أنتم تلمحون وتتحدثون بألغاز، أين هذه الأسماء الذين تقولون سفيت السودان؟ والله بعض الأسماء نشرت طبعا في الصحف العالمية، أنا لا أود أن أذكرها المرة الثانية أنا أقول هذا القول. لكن أنا أعتقد أن الكلام اللي أدلبه الدكتور نافع وحقيقة يعني كاد المريب أن يقول يعني خذوني. أنا أعتقد أن الدكتور نافع يعني التبجح والصيغة اللي يتكلم بها بدون شك كل هذه المسائل مؤشر إلى ما actually يعاني منه الدكتور يعني نافع نفسه. وأنا أحسب أنه هذه القضية يعني الناس اللي تم تصفيتهم من السودانيين مش البشير وبس اللي تكلمنا عنه، لأنه هذه طبعا تم التصفية وبطريقة يعني همجية جدا أمام أسرته وفي بيته وبحجة ضعيفة جدا جدا أنه العرب التي كانت يعني ببيته أو اللي كان يقلها بفتكر أنه هذه العرب كانت يعني هي ملك للأمن أو ملك لآخرين أو هكذا يعني اللي هي ما في أسباب أصلا، لكن القصد كانت التصفية. أما الأشخاص الذين يعني تم تصفيتهم قبل كده احنا سمعنا عدد من الأشخاص
وانا اعتقد انه هو الدكتور نايف بيطلب من الدكتور الترابي يمشي يرفع القضيه. لا، وما بيحتاج الدكتور الترابي يرفع القضيه، هؤلاء موجودين اهل الجماعه وعارفين الحاصل يعني، وفي شهود حقيقه يعني، ما بيحتاج للدكتور الترابي، لانه الدكتور الترابي نفسه اكيد التصفيه حصلت من من وكذا سمع من اخرين، الاخرين ما زالوا موجودين وهم شهود على ذلك. وعندما ياتي الوقت عشان يؤدوا الشهاده كل انسان حيدلي بشهادته. فاعتقد انه الدكتور نافع بالتلميحات اللي قال الدكتور الترابي وحتى الكلام اللي انا قلته، انا حقيقه قلته في سياق معين وانا ما زلت مصر على انه في هذا السياق المعين. الدكتور الترابي عندما سئل او اي احد مننا الان لما يسال عن ما حدث في الانقاذ يجب ان نتحدث بصراحه وبوضوح، لازم أن نقول يعني الحقائق. صحيح ذكر الاسماء بعض اوقات بتحتاج انه في الاخر انت كحمايه لهؤلاء بتحتاج لمحكمه، يعني انا اعتقد انه في كثير من الحالات الناس بيطالبوا انه تكون في محكمه، عندما تكون في محكمه تكون في قضيه عندئذ ممكن جدا تذكر الاسماء. لكن الاسماء الان اللي انت بتتكلم عنها انا اعتقد انه في اسماء نشرت، الكونغرس الامريكي نشر بعض الاسماء، في اسماء نشرت في الصحف وهم يعني بضعه عشر، يعني انا ما لا اقول 19، هم بضعه عشر 17 ومعروفين يعني باسمائهم واشخاصهم ورتبهم، هذه مساله يعني موجود. والسلطات المصريه تعلم ذلك، والسلطات الاثيوبيه تعلم ذلك، والسلطات الامريكيه تعلم ذلك ايضا. لكن الدكتور على ذكرك الان السلطات المصريه والسلطات السودانيه، انتم وكانكم ترافعوا عن هذه الحكومتين، الحكومتان المسار، هم اصحاب القضيه المعنيين. مثلا الرئيس مبارك هو الذي كان مستهدف بالعمليه، فهو الان منذ يعني وقوع العمليه في عام 95 مدى 11 سنه ولم يعني يتهم السودان او يقول ما تقولونهم انتم في وسائل الاعلام، لماذا؟ والله انا احسب انه في التسويه يعني تمت، لانه احنا المعلومات اللي نتحدث عنها هي معلومات استقيناها من التحقيقات اللي تمت في اثيوبيا بعد المحاوله الفاشله، وهذه التحقيقات التي يعني تمت والجماعه او الاشخاص الذين يعني حكموا في ذلك الوقت يعني هم ثلاثة أو أكثر بدون شك. كل الكلام اللي قيل هو ده كلام مسجل لدى الأجهزة كلها المصرية الإثيوبية الأمريكية وغيرها، ليس هنالك جديد. صحيح يعني تمت هنالك تسويات أو يعني شئت قلت أنه وقبل ما أتكلم عن التسويات، هو نفس الجهات دي الإثيوبية ومصر هي الجهات التي ذهبت بهذه القضية لمجلس الأمن. يعني هسه الناس يتكلم عن مجلس الامن والتدخل في السودان، اكثر جهات دخلت السودان مجلس الامن هي مصر نفسها والحكومه الاثيوبيه من منطلق هذه القضيه. لكن يبدو لي انه في الاخر التصويه اللي حصلت انه يعني وده فيه تحليل، جزء منه تحليل لكن جزء برضه فيها معلومات جات من جهات يعني المعنيه، انه شعروا انه الجماعه اللي نفذوا هذا الأمر واللي قاموا بكل هذا الأمر يعني في نهاية المطاف بالنسبة للحكومة المصرية بالذات، ما أتكلم عن الإثيوبية، هم بالنسبة للحكومة المصرية بيفتكروا أنه ممكن يعني يبتزوهم، ممكن يخلوهم يقوموا بعمل معين، وإذا قاموا بعمل معين اللي هو إقصاء الترابي، إقصاء ما من السلطة وإنما إقصاء من الحياة. وأنا أقول هذا القول وفي كتاب جديد صدر، الكتاب الجديد اللي صدر اللي هو تحدث عن أنه وفد المؤتمر الوطني لما ذهب إلى مصر. هل لك أن تؤشر على هذا الكتاب؟ ما بأي عنوان صدر هذا الكتاب؟ والله الكتاب هو أنا ما لا أذكر العنوان، لكن الكاتب طبعا معروف جدا جدا يعني كاتب الكتاب، وأنا لم أطلع على الكتاب لكن من اطلع عليه وطلبنا الكتاب حتى الآن ما قرأناه. لكن بدون شك يعني ذكر في زيارة لمصر وبرئاسة أحد القياديين في المؤتمر الوطني، هم ذهبوا وقابلوا السيد عمرو موسى على ذاك، وقابلوا السيد عمر سليمان، وقابلوا وزير الأمن، وقابلوا الرئيس حسن مبارك. وفي كل هذه المقابلات الكلام كله كان مركز على الدكتور الترابي حقيقة يعني كاد يكون أي حديث كله كان مركز على الدكتور الترابي. بل وكلام ده منقول أنا لم أقرأه،
لكن ما نقول من هذا الكتاب أنه رئيس الجهاز الأمني نفسه كان بيفتكر أنه لا بد من تصفية الترابي. هذا الكلام ذكر في الخطاب في الكتاب اللي أتحدث عنه. فإذا الصفقة أساسا أنه هؤلاء يمكن يعني كون يقصد ترابي بالنسبة لهم هذه خطوة ممكن يعني على الأقل يعني ترضى عنهم الجهات الأخرى وبعد ذلك ممكن يعني يصفى الترابي. طبعا أنا بقول الصفقة لأنه دي كلها صفقات هي يعني ما 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 يعني مؤجلة، هي بتأجل القضايا ما بتحل القضايا. قبل أن نتحدث عن الصفقات الآن دكتور علي، نعود إلى بداية القضية أو المحاولة، محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أنسبة الربع الأول من عام 95. هناك الآن وسائل الإعلام العربية ومنها طبعا الفضائية العربية، هناك حديث يدور الآن في وسائل الإعلام السودانية وعربية بأن هؤلاء أتوا من مصر إلى السودان وتم تجهيزهم بجوازات سفر وبأسلحة، حتى مثلا يعني تم يعني إيصالهم إلى أدسابة ثم القيام بعملية المحاولة الفاشلة طبعا وعادوا إلى السودان. وقيل طبعا أنت في حديثك التي أدليت به في صحيفة القرن الأفريقي آنذاك أن هؤلاء طبعا تقرر أن يتم تصفيتهم من قبل بعض المسؤولين السودانيين، هل تذكر هذا الكلام أيضا الآن؟ والله طبعا من حيث المعلومات أنا كل يوم أكتشف أنه في معلومات كثيرة جدا، أنا لأنه ما كنت أطرف في الأجهزة الأمنية واهتمام الأجهزة الأمنية ابتدى حقيقة بعد محاولة اغتيال حسني المبارك، ولذلك في معلومات كثيرة جدا. حتى الآن دكتورة الترابي أدى بمعلومات، وبدون شك في آخرين غير الدكتور الترابي بيكون عندهم معلومات أكثر من المعلومات الموجودة عند الدكتور الترابي وعندي أنا اللي بتكلم عنها. لكن الجزئية اللي أنا بعرفها وهذه الجزئية أنا شاهد عليها، لأنه أنا ذاتي كنت إلى حد كبير ما كنت أحسب أنه يعني المسؤولين ضالعين في هذه المسألة، إلا أنه في اجتماع يعني مشهود أشار إليه الدكتور الترابي وهو سماه توسيع للشورى، كانوا هم تكلموا في أنه يصفوا هؤلاء الثلاث تصفية، ودي الحتة اللي خلتني أنا أشعر بأنه يعني ما كان يمكن يدور بخلط أحد أنه يعني يصفي شخص إلا أن يكون أنه عاوز يعني يخفي القضية. وقفنا ضد هذا الموضوع، ودي أكثر مؤشر أنا يعني بغض النظر معلومات الأخرى لأنه دي الحاجة اللي استمعت إليها مباشرة من هؤلاء، ودي أكثر مؤشر بالنسبة لي كان يؤكد أنه في ضلوع للمسؤولين في هذا نعم الموضوع. ولكن الآن يعني الأشخاص الذي يعني كان المطلوب تصفيتهم، يعني يقال أيضا تم يعني تصفيرهم أو إيصالهم نعم. أفغانستان نعم نعم، ولكن ما أبغى قالوا يخرجوا من السودان، أما الآن يعني الحديث خرجوا من السودان يعني خرجوا تم نعم. يعني سهلت لهم أجهزة الأمن السوداني هذا على ذمة الراوي دكتور علي. أيوة ما هو سهل، أنا ما بقول سهل لأنه هو أصل السودان بلد مفتوح يعني نعم. وهؤلاء حقيقة يبدو لي، وده تحليل مني أنا، أنه عندما دخلوا إلى السودان الأجهزة الأمنية حاولت تمسكهم في السودان باعتبار أنه جائز عندها الحكاية أنا تصفيهم، لذلك يعني لأنه ما كان في سبب يخليهم يقعدوا في السودان، كان ممكن من أول يوم يطرقوا يعني يخرجوا من السودان. وأنا بفتكر أنه حتى في تلك الجلسة يعني أنا واحد من الناس ما كنت أعرف أنه هؤلاء موجودين في السودان، لأنه أنا ذهبت إلى جنوب أفريقيا وقابلت كل الرؤساء الموجودين دفاعا عن السودان وأن السودان ما عنده دخل في الموضوع. أنا بقول هذا القول وأنا ذول أخذت الملف ومشيت كل المحلات دي في زامبيا، زيمبابوي، ساوث أفريقيا، ناميبيا، كل المحلات دي أنا زرتها باعتبار أنه كل هذا الذي قيل السودان ما عنده دخل. الكلام ده كله من يونيو يوليو لغاية أغسطس. في نوفمبر أعتقد أنه هذا الاجتماع كان تم في نوفمبر، وأنا اكتشفت عندئذ أنه كل الذي قلته يعني ليس صحيحا، وأنا بقول هذا الكلام عشان أوري دي حقيقة يعني عشان ما يفتكر. اكتشفت في وقت متأخر، والمهم ده اللي اكتشفته لأنه أنا بعطوني المعلومات وأنا ذهبت قلت لك ومعي واحد دبلوماسي لكل هذه الدول. ولكن الآن الشخص الذي كان يعني المحتمل الذي كان يقود العملية أو الذي حاول أن يقتال مبارك هو الآن يقال سلم إلى السلطات المصرية عن طريق الحكومة الإيرانية كما ذكر في وسائل الإعلام، وطبعا أن السلطات المصرية تمتلك الآن إلى معلومات كما تمتلكها الحكومة الإثيوبية ولكن لم يحركوا ساكنا. لماذا أنتم
يعني الآن العملية مر عليها 11 عاما وأنتم تكررون هذه المرافعات دائما. أنا أحنا بهمنا أحنا بهم الحقيقة تظهر. الحقيقة نحن كنا حركة إسلامية وكنا في البلاد وكنا في الإنقاذ. أنا إحنا عاوزين الحقيقة تظهر. رضي الرئيس حسني مبارك أو لم يرضى، رضي الرئيس ملا الزناوي، رضي العالم أو لم يرضى، إحنا بهمنا أن الحقائق تظهر. حقائق تظهر. تظهر لمن؟ لكل الناس، لكل العالمين، لأنه نعتقد أنه هذه لا بد منها. الحكومة المصرية أو الحكومات الثانية دار تخفي بعض الحقائق، دار تغير السيناريو كله، دار تستغل الموضوع، دار تلوع عنق الحقيقة لأسباب، دار تبتز الذين قاموا بهذا العمل. نحن لا ما قابلين الابتزاز. يعني أنت لكن دكتور تريد أن تظهر الحقيقة، ولا زلت بعد مرور 5 عام من دقائق من التصريح اللي بديت به في القرن الأفريقي، ولا زلت أنا حسب ما استمعت إليه حتى الآن تتحدث عن عموميات. أنت تقول حدث واستمعت. أيوة طبعاً. الدكتور الترابي لما قال أيوة العملية دي معني نائبي عندما كانت الحركة أيوة الإسلامية. نعم. يعني لم يذكر اسم النائب. الآن الناس اجتهدت وقالوا هو على اسم النائب. هل تؤكد ذلك؟ أنا بالنسبة لي في قائمة ظهرت. في 17 اسم. أنا لا أود أن أذكر اسمه. هذه القائمة ظهرت ونشرت. هذه القائمة أنا أعتقد أنه 17 أو 19 اسم اللي ظهر بدون شك الناس اللي فعلا داخلين في هذا الموضوع هم الناس اللي ذكروا أو بعضهم على الأقل. أنا لا أود أن أذكر يعني الدكتور وأنا ما أعتقد أن حتى القضية اليوم يعني ذاتي بالنسبة لي حتى لما ذكرتها في القرن الأفريقي لم أذكر القضية باعتبار أنها هي القضية الأساسية ونحقق فيها. أنا ذكرتها من مدخل أن هذه القضية الأمنية والمشاكل الأمنية هي أكثر قضية يعني أثرت على المشروع وأثرت على كل السودان، لأنه أنا الآن بتحدث معك هنا وقبل أيام اتصل بي أكثر من شخص، بعضهم من 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 كندا، بعضهم من أمريكا، بعضهم من فرنسا، وبيتكلموا عن 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 لأنه أنا في آخر حديث تكلمت عنه في إطار الختام عن أو تعقيب الختام تكلمت عن موضوع بيوت الأشباح، فضربوا لي ناس وحكوا ليهم بأسمائهم وقالوا لي فلان ضربني أنا، حتى بسألهم اتضربك مين، يقول لك هم يعرفوا أنه في فلان ضرب فلان وفلان وفلان، يعرفوا الأسماء اللي ضربوهم. أنا ما كنت عارف هذا. حتى هم بيقولوا بيفتكروا أنه في نهاية المطاف عاوزين يرفعوا قضايا ضد هؤلاء، وأنا قلت لهم نعم يرفعوا القضاء. يرفعوا في لا هم هو ده السؤال فعلا. نعم. انت لما تسأل أنه أين يرفعوا حرب قضايا هم بيسألوا نفس السؤال. نعم. لأنه ما دامت هذه الأجهزة الأمنية موجودة وهؤلاء الناس موجودين والعالم كله يشهد على ذلك، أنا بعتقد أنه أي قضية ترفع الآن هي قضية خاسرة. ولذلك أنا أعتقد أنه كل المسائل الآن يعني حتى المشاكل الآن موضوع السلامة تم في نيباشا أو السلامة تم في 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 في, في جبال النوبة في جنيفا، الحصل الاجتماعات دي كلها، الاجتماعات دي كلها الناس الأساسيين اللي قاموا بها أو الناس اللي السماثرة الأساسيين البروكرة الحقيقيين فيها هم ناس الأمن يعني. وناس الأمن هم اللي عاوزين يقولوا وما تم في القاهرة، لكن يا خلاص فإذا يبقى أنا إذا في حد لا يرفع قضية الآن. نعم. بالوضع الموجود أنا ما أعتقد أنه بالوضع الموجود وقبل أن ترفع القضية طبعا الآن من استمع لحديث الدكتور تراب مع العربية وما تبع ذلك من تهويل وتهديدات أيضا من جانب الحكومة، هناك طبعا ضمن الحديث اللي أدلى بها الدكتور الترابي في إعفاء يعني للمشير لرئيس الدولة عمر البشير، فهنا طبعا عين الخلل مش 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 إعفاء. نعم. مش واقعا. نعم. واقعا البشير ما داخل يعني ما إعفاء ما داخل ما داخل ما داخل ما داخل هو نفسه أنت في إحدى السيمينارات ما داخل السودانيين في بلوتو. نعم. المحامي علي. نعم. محمود. نعم. يعني تكون جريمة يعني أكبر عند القائد معلش دي حاجة تانية الرجل الأول في الدولة عندما يقول لم أعلن بهذه الجريمة. أيوة. وهو لم يحرك ساكنا. أنا ما بتكلم كقانوني، أنا بتكلم في حادث الذي حدث. عمر البشير ما كان يعلم ذلك. إذا من يتحمل زي ما كان الشيخ حسن نفسه لا يعلم ذلك وهذا الأقل لا يعلمون ذلك. هذه حقيقة أنا أقولها يعني. وعمر البشير هو من الذي فصل الدكتور نافع من الأمن، ومن الذي نقل الدكتور مطرف إلى نيجيريا، وصلاح قوش نفسه من الذي يعني بعد ما فصل نقلوه إلى مكان آخر، من الذي فعل كل هذا؟ لماذا؟ ما فعل هذا للرئيس البشير؟ نعم. لأنه هؤلاء فعلا بالنسبة له عنده معلومات أنه هؤلاء كان ضالعين في هذا العمل وهو لم يكن يعني
في الصوره او على الاقل لم يخطر بذلك وهو وهذا خطا ودي الاجراءات كلها اللي اتخذها البشير لكن ما اتخذ الترابي. الان انت تبرئ من ناحيه البشير لم يكن شريكا في هذا العمل. أيوة. الاحتفاظ بهؤلاء الناس الذين تقول هم يعني على راس هذا التنقيب لهذا العمليه الاحتفاظ بهم اكبر من جريمه المحاوله نفسها. لا ما هو الاحتفاظ بهم في الاول حقيقه فصلوا لكن هم عادوا مره اخرى. كيف عادوا؟ هذا هو السؤال. خلاص هم عادوا. أيوة. هم عادوا مره اخرى لانه دي الاجهزه الامنيه كانوا فعلا فصلوا وجاء الامن الاجهزه الامنيه نفسها كان جل اللي هو الدابي والفريق الدابي كان هو اللي اخذ الامن ومسك جهاز الامن خلف الدكتور نافع علي النافع. ومش كده انا اقول لك كلام، الفريق عمر البشير في فتره انا سمعت انه هو نفسه كان مهدد بانه اذا كان ناس الامن استمروا يعني في غيهم هو مستعد يحل الاجهزه الامنيه. ده كلام انا سمعته منه مباشره. وانا عشان كده انا بقول انا ما موضوع ابرئه، دي حقيقه انه هو ما كان جزء من يعني كونهم في الاخر جو وعلى الاقل يعني احاطوا به في هذه القضيه او هم في الاخر قدروا بطريقه ولا اخرى يعني القرار كله اللي تم هم يجوا مره ثانيه يكونوا في الصداره. انا بعتقد انه هذه واحده من المسائل اللي انا ما بعتقد انه انا مطلوب مني افسرها كده. لا ما تفسرها دكتور. لا. لكن هناك الان يعني انه طبعا تلميح الدكتور الترابي بانه نائبه كان طبعا يعني المكلف في يعني هو له ضلع في هذه العمليه يعني وتبرئه يعني البشير. الم تكن هذه محاكاه؟ انتم مثلا تريد ان تفتحوا الطريق للمصالحه بينكم؟ لا ابدا وعزله ما فيها محاكاه. التفسيرات الان ما فيها محاكمه. انا قلت لك الكلام ده قلت لك سنه 2001. تريد بطريقه او باخرى يعني تعيد لا ابدا 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 ابدا. أنا قلت لك الكلام هذا قبل سنة 2001 زي ما أنت ذكرت حتى في هذه الجريدة في نوفمبر 2001. في ذلك الوقت أصله ما كان في مصالح وليش لما قلت أنه البشير ما عنده دخل وكذا وكذا هذا الكلام. والترابي لما قال هذا الكلام قاله في هذا السياق. أما موضوع الكلام عن المصالحات وكذا أنا أفتكر أن طبعاً الكلام الآن يعني في الإطار ده نفسه وهسه هنا الحكومة لما سمعوا الكلام وقفوا كل شيء يعني فأنه واضح جدا انه في قطاع كبير من الحكومه عاوز المصالحه وعاوز التصالح مع المؤتمر الشعبي عشان المؤتمر الشعبي ما يقول هذه الحقائق يعني. وانا اعتقد انه الكلام حتى الترابي لما قال الكلام ده حدث ما كان في مؤتمر شعبي. لكن طرح الدكتور الترابي هذه القضيه وتزامنه مع الاعداد لمؤتمر القمه العربيه في الخرطوم يعني لماذا انه كما ذكرت انت تحفزت العربيه اكثر من شهر بهذا والله لا ندري حتى توقيته اتى يعني قبل اسبوع من يعني من حق السؤال ده يطرح للعربيه لانه احنا ما عارفين هم ذاتهم ليه سأل الترابي في هذا الظرف يعني وليه لم يحتج على تاخير هو سؤال يحتاج يعني من تعمل منه مقابله حتى الان يعني انا لا احتاج اذا انت بعد شهر ولا بعد شهرين بسيت او ما بسيت انا لا احتاج لدى مين؟ لا انت حس القضيه كلها حملت حسب تصريح استاذ محبوب عبد السلام اتهم العربيه بانه قال الاسئله اللي طرحها الزملاء في العربيه اشبه باسئله مخابراتيه وربما يتهمنا الاخرين لاننا الان بنتحدث في ملف امني ذاته. فانا ارى انه طبعا انه انتم يعني حاجه ما توافقكم تتهموا فيها الاعلاميين او فضائيات معينه بانه هي اساءت على استخدام هذا الخبر وفجرت صراع معين وحتى ربما تدخل هذا التصريحات الدكتور التراب من جديد للسجن. والله كونه طبعا وارد التصريحات هذه تكون لها يعني تداعياتها وكل شيء هذا وارد يعني. وحتى الكلام اللي بيقوله الدكتور نافع عنه يعني في السياق نفسه قال يعني تحدث عن الدكتور الترابي وعن الصادق بانهم بيتآمروا يعني والكلام اللي قيل. لكن الحقيقه انا بفتكر انه اذا 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 مش موضوع هذه القضيه انا بعتقد انه اي مسؤول في المؤتمر الشعبي او اي مسؤول كان موجود وعنده يعني صله بمسؤوليه معينه عندما تطرح له الاسئله حقه يجاوب فعلا بحريه وبصداق ويقول كل الكلام اللي ممكن يقوله. أنا أعتقد أنه دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تظهر الحقيقة. أنا أعتقد أنه أنا شخصياً ما كنت عارف أصلاً أنه تمت مقابلة مع الدكتور الترابي ولا كنت سامع القصة. أنا حكوا لي بعد فترة حتى بعدين قريت الكلام. لكن لما طلعت على الكلام وسمعته أنا كنت مرتاح. أولاً لأنه أنا قلت الكلام هذا قبل
قبل هذه الفترة. الناحية الثانية أنا أعتقد أن الجهات الخارجية اللي بتحاول بسذاجة، أنا أقول بسذاجة لأنه برضو أنا أقول أن الجهات الخارجية بسذاجة بتقول أنه والله كل المحاولة دي اللي قام بها حقيقة مش يعني مش الجماعة دول يعني، وإنما الجماعة دول كانوا بيعتمروا يا أمر الترابي، كلام ساذج جدا يعني، يعني كأنه الترابي قال لهم أمشي أفعل الشيء اللي فلاني هم فعلوه على هذا الأسد، ده كلام ساذج طبعا يعني لا يستطيع يعني هو يعني وإذا كان الأمر كذلك تم الخلاف في حكم يعني الآن. لكن الآن هناك سيل من المقالات والسودانيين الآن بعد المقابلة دي اللي أو التصريح اللي أدى فيه الدكتور، هناك طبعا عدد كبير كمية كبيرة من المقالات تظهر يقول ربما الدكتور الترابي أو الدكتور علي الحاج يريد أن يبرئ نفسه من هذا الجريمة، بينما نسوا هنالك أنت الآن في سياق حديثك ذكرت كانت بيوت أشباح أيوه. وناس اتصلوا بهم الآن أنتوا حد يعني وقفتوا في قضية عملية محاولة الرجل ما مات محاولة يعني كما كانت المحاولة اقتيال الرئيس الإريتري هناك في ملفات وهناك عشرات الآلاف سواء في الجنوب يعني أو مثلا في الشمال أو في الشرق قتلوا وأنتوا طبعا أدرى بهذه الملفات بما أنكم كنتوا طبعا في تلك الفترة جزء من هذا الحكم أو تقود هؤلاء الناس الذين الآن أنتم ما في يعني في وقتها طبعا احنا ما 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 اللي ظهر لنا الملف بتاع حسين مبارك أما بيوت الأشباح وحقوق الإنسان والأشياء هذه أنا ما زلت عند هذا الرأي حتى الناس اللي يتكلموا وياي بفكر أنه هذه المسائل لا تسقط بالتقادم وأنا في المقالة اللي كتبتها أنا قلت في التسويات تمت مع الناس اللي صالحوا أو الناس اللي حسوا دخلوا في موضوع السلام والإباشة لأن الاجتماعات اللي تمت في القاهرة واللي أساسا هو الدولة اللي قائد الاجتماعات كلها معنا التجمع والتفاوض كله جاي عن طريق أجهزة الأمن طيب إذا كانوا هم بعارفين أنه من الذي ضرب يعني اتصل بي من فرنسا أنا قلت لي من الذي ضرب وأنا بسجل الكلام كله يعني حكى لي أنه فلان وفلان هم اللي ضربوني وفلان عمل كده وفلان عمل وكذلك بتاع كندا طيب إذا كانوا هم عارفين الجماعة دي هؤلاء الناس هم اللي عملوا معهم الآن الاتفاق إذا الاتفاق ده تم أساسا أنه الناس يسكتوا عن ممارسات الأجهزة الأمنية أنا ما أعتقد أنه أنا ما بسكت عن ممارسات الأجهزة الأمنية وأنا أفتكر ولا الدكتور التراب ولا أي ذو الحق يسكت عن ممارسات الأجهزة الأمنية أنا أفتكر أنه دي مسألة إذا فينا العمل التسوية على أساسها إحنا ما بنعمل التسوية على أساسها دي إلا وكلام ده قلناه للحركة الشعبية نفسها ولذلك أنا يعني لما أقول هذا القول بقوله في هذا الإطار وأنا أفتكر أنه يعني لأنه في كثير من الأشياء يعني ظهر أنه في أشياء كثيرة جدا بتتعامل إحنا ما كنا عارفين ما بتخلينا المسؤولية لكن في نهاية المطاف الشخص اللي يقول الله ضربني فلان أو علان أو سين ولا جيم هذا الشخص لما يأتي بفلان وعلان ده الشخص اللي هيكون هو المعني يعني الاتحاد الفيدرالي للسلم هي منظمة
ذات الصفة استشارية في الأمم المتحدة بتدعو للسلام من خلال عدة طرق، من أهم الطرق اللي تدعو الفدرالية للسلام عن طريقة اللي هي تقوية الأسرة والاحترام الوالدين. والفدرالية عندها صفة استشارية في الأمم المتحدة كما ذكرت. غير كده احنا بندعي لنشر ثقافة السلام خاصة بين الشباب. غير نشر ثقافة السلام احنا بندعي برضو للحوار بين الأديان، عن خلال الحوار بين الأديان وفهم الآخرين أو فهم الأديان الثانية واحترامها، احنا بنصل إلى نوع من السلام بين الأديان. الحاجة الثالثة اللي نحن ندعو إليها برضو أنه نعمل مع المنظمات العالمية وخاصة مع هيئة الأمم المتحدة عن طريق السفراء السلام اللي نحن بنعينهم في كل أنحاء العالم. عندنا أكثر من 100,000 سفير للسلام في العالم. دول ناس عندهم القدرة والمقدرة على تحقيق سلام في المنطقة بتاعتهم، يا أما عن طريق فردي أو عن طريق منظمة أو حتى عن طريق حكومات. فهؤلاء الرجال والنساء والشباب والشبيبة هم السفراء اللي احنا نعتمد عليهم في نشر ثقافة السلام في العالم وفي العمل لتحقيق السلام العالمي. At this year's International Leadership Conference, hosted by the Universal Peace Federation in Vienna, Austria, friends and associates of the Horn of Africa Peace Initiative had the chance to meet and discuss possibilities and developments of the Horn region of East Africa. In November 2017, UPF Austria organized a discussion in cooperation with the permanent mission of Eritrea to the United Nations in Vienna, the United Nations Correspondence Association Vienna, and the Horn of Africa Peace Initiative. The guests included diplomats, UN staff, investors, members of civil society, interested Austrian nationals, friends of the Horn, and in particular Eritrea. After last year's event at the UPF office in Austria, Mr. Abdulkadir Hamdan, counselor of the Eritrean Embassy in Germany and representative of the permanent mission of Eritrea to the UN in Vienna, participated at this year's leadership conference to encourage members of parliaments, religious leaders and leader of the civil society around the world and especially in Africa to contribute and engage in the ongoing dialogue for peace in the Horn of Africa region. We had also
this interesting experience, for example, with the people of the Horn of Africa in Vienna, because of some initiative of a gentleman from Eritrea and Syria. We had a meeting where all the people living in Austria coming from these nations who are normally fighting each other came together under the umbrella of UPF, and they felt maybe we need a place like this, a place of peace. And everyone talked partly in their own language about their own vision, about a peaceful Horn of Africa. And I heard it had a big resonance in these countries, and I think such initiatives, even the start from Europe, because here we enjoy peace at the moment, can bring some kind of hope to places where there are wars. And I hope from Europe we can also bring peace, hopefully, to Syria or to other areas of conflict, that we do not just export our weapons, which is tragic, but that we also export our skills to bring people together and to make them first talk and at the end sing, dance and eat together. Because if people sing, dance and eat together, there will be an atmosphere where nobody will understand why we should create a war with each other. The International Leadership Conference of 2018 was hosted by the Universal Peace Federation at the Parkhotel Schönbrunn in Vienna, Austria. Participants from more than 40 countries and delegates from Europe, Eurasia, the Middle East, Africa and the Far East, including members of parliament, religious leaders, women leaders and civil society leaders, were welcomed to the beautiful city of Vienna. The focus of this high-level gathering was the role of religious leaders and parliamentarians as peacemakers and their relevance in building inclusive, peaceful and prosperous societies. Thank you very much, Jack. Excellencies, respected members of Parliament, religious leaders, ambassadors for peace, and ladies and gentlemen. On behalf of Universal Peace Federation of Europe and the Middle East, I wish to express my deepest appreciation to all of you for joining this International Leadership Conference in this beautiful city of Vienna, Austria. I'm very happy to host many guests from over 45 nations across Europe and the Middle East. Even additionally, we welcomed special guests from like Japan and Korea and United States of America, Nepal, Zimbabwe, and Fiji. This is a great success to this conference. Would you please give them a big applause to those who came from far, far away? Thank you very much. How can parliamentarians and leaders of faith-based organizations, transcending national, religious, and political affiliations, cooperate to develop comprehensive strategies for peace and development? How can the universal principles of love, respect, cooperation, and forgiveness be applied and extended to encourage harmonious social relations and partnerships for peace in our communities and in the family of nations? In which way has and can religion play a positive role in bringing peace to the people of conflicting regions and especially the Middle East? These and many other questions were asked and discussed over 2 days with a great variety of speakers and participants.
So here in Vienna, it's a great honor to be the host of this conference towards interdependence and mutual prosperity. And we try to speak about the role of parliamentarians and also religious leaders. We live in a time when religion creates many news. Somehow, religion is on the scene, and even political leaders have to deal with this matter. A world of peace, of universal peace, where everyone is included, is possible. A world where they are not the good guys and the bad guys, but everyone considers himself as the one who is good. He tries his best, even if he upsets sometime the other one. So we have to find a way first to include each other, because then if we start talking and if we start communicating, things will be different. At the final session of the Universal Peace Federation's International Leadership Conference of 2018, the IAPD, the Inter-Religious Association for Peace and Development for Europe and the Middle East, was inaugurated. Religious leaders have a primary responsibility to cooperate beyond denominations and work in harmony with leaders in all fields of society. For this reason, the formation of the IAPD as a world-level interfaith association was initiated. The conference ended with a cultural festival at the main city hall of Vienna, featuring many artists from all over the world, and the keynote of Dr. Hak Yahan Moon. Good afternoon, excellencies, distinguished speakers, honored guests, thank you for being here. I don't know how you heard about this event, but I heard about this event while I was in Korea. Peter told me about this event and I immediately said, yes, I would like to come. I live in the United States and I work at the UN over there since 1996. So I'm an old man. That's why I cover my head, otherwise you will see a lot of white hair there. So I, first of all, I really want to congratulate the people of Ethiopia and Eritrea for this historical peace agreement.
And I never expected in my lifetime that this will happen, but it did happen. And I want also to congratulate Hamdan and Peter for the incredible work you've been doing here. I'm the Vice President for Universal Peace Federation International, which is headquartered in New York. Also, I work with NGO. I'm a chairman for the World Association of Non-Governmental Organizations, which we have about 32,000 NGO in this association database. I'm not supposed to be speaking because I am supposed to be kind of moderating this session, which I came here to learn, actually, as I mentioned to you, but I found myself sitting here, thanks to Peter, and he asked me to moderate the session. So here I am. Again, I'm grateful and thankful for this opportunity, and I really learned from the first session. But what I learned more, not about the past, but the desire to do something in the future is the desire to follow up. That's the most important things. We could write resolutions, but what are we gonna do? That's which is important. So please, if you are engaged in any way in this peace process, please do something about it. Don't come here and go out and say, oh, it's not nice, can I do something? I'm not gonna talk bad about the UN, but I would say one thing. We have a lot of resolutions from the Security Council, but many of them are just basically ink on paper. There is no follow-up with them. So we have, I'm so glad to be here again, and you know, this building, I was surprised. Peter has been asking me to come here for many, many years, and I keep saying, well, but I was really impressed. You have a building actually better than the United Nations headquarters. Yeah, I'm serious. It's very nice. Peter, can you go to New York and I stay here? Anyhow, let us start this continuation of this, I could call it, again, a historical event, to get acquainted more, understand more, and hopefully our speakers will shed light about what to do in the future. So our first speaker, he's not here. So we'll go to the second speaker. And the second speaker, he's here. Dr. Abdullah Sharif is the president of UN Correspondents Association in Vienna. You have the floor, sir. Okay, thank you. I was given the choice to speak in Arabic or English, so I chose Arabic language because I never did it before. Ashab al-Sa'ada, al-Sayyidat wa-Sada. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, and I address myself especially to those who have come from outside Austria. I would like to welcome you and greet you in the name of the Horn of Africa News Agency, HORNA, and the United Nations Correspondents Association in Vienna, UNCA. I am honored to chair both of these associations. I also extend my gratitude to the Permanent Mission of Eritrea for organizing this conference. Through our media campaigns and over more than a quarter century, we have come to know each other, come as Africans, to know Europe, European technology, the United Nations, UN abilities, as well as Africa and its needs.
And we have attempted to employ our knowledge and our modest abilities in the service of all Africans and of the whole of Africa especially. To that end, we cooperated with international organizations such as UNIDO, the International Atomic Energy Agency, OPEC, and the United Nations Information Service. And we also cooperated with the neighboring countries to Austria and European organizations such as the UPF, the Universal Peace Federation, and the Bayern Bund, and ESSEXA, Environmental Concepts Exchange Association, who are all participating in this conference and have submitted a paper in this context. As media professionals, we are greatly concerned with issues of development and peace, and we participate in institution building and in encouraging initiatives that serve peace and development, including, for example, our participation in today's event and similar other events in past years. Our main hope and aspiration is to be able to provide an opportunity for media professionals from the Horn of Africa, particularly the young among them, to come to this building, the VIC, to be trained or to receive training on covering VIC activities within a specific period through a project that we at UNCAF, the United Nations Correspondent Association in Vienna, would adopt in cooperation with the United Nations Information Service, UNIDO, and the IAEA.